تحية بحضرتك كابتن تامر، بالتأكيد ما بعد نهاية مباراة منتخبنا المصري والتعادل الإيجابي أكيد أمام المنتخب الجزائري، المدير الفني للفريق مستر ميكالي في وجود طبعا الكابتن خالد سرحان القائم بعمل الترجمة. كابتن خالد، في البداية عايزين نعرف مستر ميكالي تقييم المباراة بشكل عام. Como podemos comentar sobre o jogo, professor? Olha, eu acredito que nós fizemos um bom jogo. أعتقد نحن عملنا مباراة جيدة. Dentro das circunstâncias que nós estamos enfrentando. في ظل الظروف المتاحة معنا. Nós jogamos dois jogos seguidos, pegamos um time que estava folgando, né? Temos 90 minutos a mais que esse time. لعبنا مباراتين متتاليتين في ظل المنتخب الجزائري كان مستريح، عملنا 90 دقيقة و90 دقيقة. Então nós precisamos controlar o jogo bem para poder suportar o cansaço. ولكن وزعنا المجهود وتحكمنا في ريتم المباراة نوعا ما علشان المجهود المبذول في هذه المباراة اللعبة شبه مجهدة. Eu acho que nós conseguimos isso. عرفنا نعمل الموضوع ده، توزيع المجهود. Estamos muito chateados pelo resultado final. Eu acho que a gente poderia ter ganhado o jogo. أنا طبعا غير سعيد ومش مبسوط من النتيجة، كنا المفروض نطلع بنتيجة أفضل من كده. Eu tenho que dar os parabéns aos jogadores que estão lutando muito. Nós temos 4 desfalques, 14 dias só junto. ولكن انا احيي اللاعبين على مجهودهم وكفاحهم النهارده، وسواء في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، ولكن انا عاوز اتكلم على 15 14 يوم كنا مع بعض المعسكر. Alguns jogadores nós não conseguimos trazer também de fora em virtude de documentação. ايضا بعض اللاعبين المهمين اللي احنا ما عرفناش نحصل عليهم بسبب اجراءات الاوراق. اللي هم اللاعبين المصريين اللي في الخارج. Então esse grupo está de parabéns porque estão lutando, estão representando com tão pouco tempo juntos. A gente está lutando e fazendo o máximo que a gente pode dentro de 14 dias. ولكن اقول لك بصراحه اللاعبين في خلال فتره المعسكر بيكرر تاني ال 14 يوم اللي جمعنا فيهم الفريق واللاعبين عاملين مجهود جيد جدا من وجهه نظره، سواء في التدريبات سواء في المباريات الاولى والثانيه. يمكن مع طبعا تعادل النهارده وفوز المنتخب المغربي وصل لست نقاط، وايضا تونس ثلاث نقاط، منتخب مصر نقطه، الجزائر نقطه، شايف الفرص ازاي خاصه يعني هي موجوده شانس انتر تودوس تشيمس اجورا ماهوكوس 6 تونيزيا 3 ايجيبتو الجيريا 1-1. Os jogos estão sendo muito iguais. Então tudo o nível está muito parecido os jogos. E isso até me traz uma grande satisfação, porque a nossa equipe é a equipe que tem menos jogos juntos comigo. E eles estão se portando muito bem. Nós estamos sendo em alguns momentos, hoje nós fomos superiores à Argélia, tivemos um jogo muito nivelado contra Marrocos. بيقول طبعا بصفة عامة جميع المستويات المنتخبات في هذه البطولة متقاربين من بعض، وأنا سعيد جدا من الأداء، وكنا النهاردة مسيطرين بشكل جيد على مجريات الأمور بصفة عامة. Eu acho que nós continuamos vivos ainda na competição. وهنستمر لسه في أمل، واللي مديني نوع من السعادة الكفاح بتاع اللاعبين ورغبتهم في الفوز وفي أداء جيد طول المباريات اللي بتتعمل. A nota lamentável, a nota lamentável é o que tem acontecido com o Egito em relação às arbitragens. A gente não entende alguns critérios. بيقول للأسف الشديد أنا مش فاهم، أنا مش بحب أتكلم في الموضوع ده، ولكن موضوع التحكيم يعني علي تعليق شوية في حتة التحكيم ده، ولكن بيحترم طبعا الموضوع الحكام بصفة عامة. شكرا بروفيسور. اوكي شكرا. اكيد ده كان لقاءنا مع المدير الفني لمنتخبنا المصري، والان العوده لحضرتك كابتن تامر، اتفضل.